حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة السومرية بحلقة جديدة من برنامج ناس وناس. بالأول نقدم التعازي إلى زميلنا أمير الخفاجي بوفاة خالة، نسأل الله بأن يسكن فسيح جناته. اليوم برنامج ناس وناس ارتأى بأن يأتي إلى مدينة الصدر للوقوف على معاناة هذه المنطقة. إذا نتحدث عن تاريخ هذه المنطقة فهي يعني أنشئت منذ خمسينيات القرن الماضي، لكن لهذه اللحظة معاناة مستمرة في هذه المنطقة. اليوم حلقتنا لإيصال صورة المعاناة اللي يعيشها المواطنين في هذه المنطقة إلى المسؤولين، حتى تكتمل الصورة لدى المسؤولين عن طبيعة حياتها المواطنين القاطنين هنا، كذلك المعاناة التي يعني يعاني منها المواطن بهذه المنطقة. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع أحد المواطنين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يساعدك. أهلا وسهلا. سعد أبو زهراء. أبو زهراء، اليوم شلونها مدينة الصدر؟ معاناة والله، معاناة يعني مهددين من كل شيء، خدمات ماكو، مهددين، السوق مهدد، يردون يفلشونه. منو مهددة؟ حكومة جايهم يردون يفلشونه. يعني وين تروح هاي الباعة؟ وين يروحون؟ عمارة بغداد، نهل التكاتك مهددين، كذلك الدولة مهددة. مهددين، نطلع ذي الصبح يقصونا وصل ب50,000. مهددين، نطلع ذي الصبح يقصونا وصل، بس بالمدينة نشتغل والسوق مهدد همه. بعد من ناحية ايش؟ إذا نحكي على خدمات هذه المنطقة من ناحية الإكساء، يعني التبليط، الماء، الكهرباء، شلون وضعها؟ ماكو أبد، ماكو. هاي هسه يطلع الفلاح، والله العظيم صار له 8 أشهر 9 أشهر بعد لحد الآن مقطوع هسه. هاي على الشارع الفلاح أبد يا ولد. 8 أشهر والله، وبعد لحد الآن مقطوع. الماء مقطوع للكهرباء؟ لا لا، شارع الفلاح. إيه، لا تبليط ولا هاي. الكهرباء والماء؟ الكهرباء شوية، لا زين، ما أقول لك إيه، زين الكهرباء. يعني ساعتين بساعتين زين، رحمة المي ذا زين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يساعدهم. يلا وين؟ السلام عليكم. اليوم احنا ارتئينا نجي لهاي المنطقة حتى نوصل معاناتها، خدماتها، معاناة مواطنيها إلى الجهات المسؤولة، عسى ولعل أنه تحرك ساكن ويعني تحل بعض الشيء من معاناة هذه المنطقة. والله المعاناة أسوأ بعد أسوأ، وكل شيء ما يعني ما يسوون حل. هاي إلا نطلع مظاهرة. هاي شوف الفلاح، ها صار لي، ها راح تدور للسنة ومكملين مربع واحد. زين هاي شنو؟ زين شلون بالله؟ شلون وين نولي؟ وين نروح؟ كذا. معاناة اليوم يعني السوق ده يقول لك إنه مهددين وهاي الامور. أيه هاي. هذا شلون يعني اصحاب الدخل المحدود الفقير هذا شلون راح يمشي حياته؟ والله بالضيم هاي راح يعزلونهم، بس هو شيء ما يعزلون، يعزله منه يرجع يفتح. يعني وين يروح؟ وين يروح؟ ايش عنده؟ ماكو حل. يعني طي مثلا راتب، شوف له شغل وشيله، هنا على والديه يقول لك له شيله. يعني اذا تقول بالبديل اليوم، يعني المواطن يسأل عن البديل في حال انه هو متجاوز، وطبعا التجاوز هو يعني عاقب عليه القانون، بس هو ماكو بديل غيره. ماكو بديل. اذا البديل برايك اليوم شنو انت كمواطن، يعني شنو البديل للمواطن اللي يعني اللي يقدم للمواطن في سبيل حتى نخلص من هالعشوائيات؟ خوش حكي. معامل، افتح معامل، يعني افتح مناطق جديده وخلي هاي الزخم السكاني يفك. هاي المعامل ليش سادينه؟ معامل هواي، واكو هواي يعني اشغال، بس ما قاعد يفكرون، ما ادري هم ساكتين، ما ادري مرتاحين. هي معامل هاي راتب مال رعايه. هسه انا مقدم صار لي يمكن سنه راح تصير، لو عد عرف لو بفلوس قدم على المنحل وعلى الراتب الرعايه مال الرعايه. رجال متزوج اني اي وعد تكتك الرعايه. اعتقد موضوع الرعايه للي مثلا عندهم اعاقه، يعني رعاية اجتماعية. بس انا اعرف هواي عالم سالمين كل شيء ما بيهم، عاطل عن العمل ومتزوج. اي شكله له راتب، وهو راتب ايش؟ حتى لو هو حتى لو بسيط وما مسوينه، ابسط الاشياء ما مسوينها. ان شاء الله يوصل صوتك. ان شاء الله يوصل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك عزيزي حبيبي؟ اسم حضرتك؟ وسام. وسام ابو منو؟ ابو فاطمه. اليوم شنو واقع مدينه الصدر من ناحيه الخدمات ومشاكل مواطنيها؟ مدينه الصدر محاربه منها من زمن هدام.
لليوم محاربة بالفساد، بالخدمات، لا خدمات، لا تبليط، لا تكرم مجاري، لا شغل. محارب مدينة الصدر من ذاك اليوم لهاليوم. انتخابات نزيهة، انتخبنا انتخابات نزيهة وفروها ألف فرة، ألف فرة فروها. سبع أشهر خلصت من الحكومة، راح يصير سنة تخلص من الحكومة، يبقى ثلاث سنوات شي يقدمون بها للشعب؟ كل شيء ما يقدمون بها للشعب. مقتدى الصدر هذا شكل حكومة عارضه، شكله حكومة الأحزاب، خلوه مقتدى صدر معارضة ما يرضون. السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. الله يسعدك. شلونك؟ شو اخبارك حبيبي؟ تعال تعال حبيبي تعال. اوف اذا ما اذا يخاف او يعني نحن بصراحه نحزن من نشوف هيك واقع طفل يعني بعمر الورد ويبيع يعني هالعلاليق. وهذا طبعا هو العمل مو عيب ولا حرام، لكن بهذا العمر المفروض انه يعني احنا مقبلين على امتحانات نهائيه، المفروض انه يقعد يقرا زين، يكون له حياه بها رفاهية، مو الرفاهية اللي نقصد بها مثل دول العالم المتقدمة، على الأقل إنه بهذا الوقت إنه ما طالع إنه يبيع على ليق ومتحمل مشاكل الشارع ومشاكل هالسوق هذا. يعني إذا يولد بهذا السوق يعني من راح يكبر راح يكون صح إنه هو ده يشتغل وشغل شريف، لكن نأمل إنه أكو نظرة من قبل جهات حكومية مسؤولة عن رعاية الأطفال. يعني الطفل اليوم مو ذنب إنه يشتغل بهيج عمر متحمل حرارة الصيف وبرد الشتاء ومشاكل السوق ومشاكل الشارع حتى يجمع كم فلس ويعيش بها، ولا ربما حتى يعيش عائلته من خلال هاي العلالي. الله يسعدك. شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. ايش تشتغل انت؟ شنو؟ بالعربانه اشتغل. بالعربانه تشتغل؟ اي والله. وايش قد عمرك هسه انت وتشتغل بالعربانه؟ انا عمري 15. 15 سنه؟ ايه. يعني طالب مدرسه؟ ايه. طالب مدرسه؟ بالثاني. بالثاني؟ اي والله. شلون وضعكم؟ ترى اشتغل الصبح تصير الساعه بالعشرة بالتسعة اروح امتحاني. تروح للامتحان؟ ايه. يعني تخلص الامتحان وترجع للشغل؟ ارجع للشغل. وهاي شغلك ايش قد يطلع لك يوميا؟ والله اطلع الساعه ب6 نروح المدرسه ونرجع بثنتين للوحده، طلع العشرة 6 7 وارجع لاهلي. هاي العشرة تكفيك؟ الحمد لله. عندك عائله يعني تصرف عليهم انت المعيل لعائلتك لو كحده وياك؟ اكو ابوي وياي ابوي كبير عندي. الله يطول عمره ويحفظه ويحفظه. يعني هو هذا المثال. يعني احنا ما نأمل انه نشوف هذه الصورة. طفل يعني 15 سنة المفروض هذا يعني كل همه ينصب بموضوع الدراسة، بما انه هو طالب مدرسة وعلى يعني مقبل على امتحانات نهائية، كل همه انه شلون ينجح يقرأ يحصل معدلات جيدة. لكن هذا الواقع اللي يعني وصل الى العراق، اطفال العراق اليوم يشتغل ويقرأ، يعني شلون راح يوازن بين الكفتين؟ هذا يبقى الامر طاقته والامر سبحان الله يعني لا الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلونك انت؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ اسم حضرتك؟ مصطفى. صوفي شلون الوضع اليوم؟ والله زين الحمد لله. ايش تشتغل؟ اشتغل بالعرب وانا ابيع تختات. ايش تبيع؟ تختات، تخت بلي. هذا يعني هذا العمل اللي تقوم به ده يكفي يعني دخلك اليومي، ده يكفي حياتك؟ الحمد لله. قد تطلع يوميا؟ يوميتي 10. يوميتك 10؟ ايه. يعني انت المعين الوحيد لعائلتك لو اكو احد وياك؟ لا لا اكو اخوي وابوي. يعني ده يشتغلون نفس الشغله لو كل واحد مختلف؟ نفس الشغله، نفس الشغله، ابوي يفصل لنا واحنا نبيع. طالب مدرسه حضرتك انت؟ اي طالب مدرسه. يا صف؟ صف اول. لازم ثالث. وشلون موازن بين الشغل والدراسه؟ والله اطلع الصبح ارجع للامتحان بالعشرة هيك. الدور ارجع اشتغل. ايه. من اكمل امتحان ارجع اشتغل. يعني اليوم يعني يمكن اربع مدارس خمس مدارس توافقين بها بهذه المنطقه، يعني الصوره واضحه. يعني اعداد الاطفال اذا بهالرقعه الجغرافيه البسيطه هذا يكمل هائل. يعني اكثر من 10 الى ربما 10 اطفال يدرسون ويشتغلون. هذا ذنبه شنو؟ هذا الطفل اليوم ذنبه شنو؟ يقرا بهالعمر هذا، يعني يشتغل بهالعمر هذا وعنده دراسه، شلون راح يوازن بيناتهم؟ بعد هذا الموضوع نرجع ونقول يعود لقابليته، وعسى ولعل انه الحكومه تنظر لهي الشريحه، لان يعني ذولا هم اللي مستقبل العراق، هذا اللي احتمال يطلع ضابط، هذا اللي يطلع دكتور، مهندس، محامي، يعني ذولا اللي 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 نامل انه يكونون بهالمستويات هذه رغم ضنك العيش اللي يعيشوه حاليا. مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم، برنامج ناس وناس من منطقه مدينه الصدر، خليكم ويانا.
مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم برنامج ناس وناس بمنطقة يعني مدينة الصدر للتعرف على معاناة المواطنين. الله يساعدك. شلونك عزيزي؟ الله يسلمك. اسم حضرتك؟ علاوي. علاوي ابو حسين. شنو معاناتك اليوم؟ شنو معاناة المنطقة؟ والله تعبانة. خص احنا اهل الكرتون، شغلتنا تعبانة. اهل شنو؟ نشتغل بالكرتون، لقط كرتون بالشارع. شغلتنا تعبانة، انا عندي اربع بنات وامي ومرتي وما يكفن العشرة وال15. فالكيف يفتحون لنا الرعاية؟ اي والله لا راتب لا شيء، كل شيء ماكو. يعني انت شغلتك معتمده انه تجمع كرتون؟ اي والله المكرتون هي هاي شغلتنا، شاهد الله. يومية 10 15 20 ما يكفي. الله وكيلك. زين اليوم يعني حتى لو موضوع الرعاية يعني قطري تطقي الرعاية. ما يخالف يعني شوية يعينني. حتى لو كل شهر يعطونا 100 200 شوية يعينني. هي عينك يعني هاي 100 وال 200؟ اي والله. زين اليوم نريد نحكي على طبيعة السوق، يعني دا يحكون انه محارب هذا السوق، شنو موضوعه؟ من دا يحارب هذا السوق؟ من اللي دا يريد انه يهدمه ولا يزيله؟ شنو موضوعه؟ هي الحكومة يعني تريد الشيء للعالم، هاي العالم عيشتها على الله وعلى هذا السوق. اي هسه ذاك اليوم اجوا لعبوا بهم لعب، لا خلوا مسواق، لا خلوا مخضر، كرفوها كرف كلها لعبوا بها لعب. اي والله. هذا العالم شلون راح يعني خلال فترة انه من زالوهم او رفعوا بسطياتهم، ايش دا يسوون؟ الناس شو تسوي؟ يعني العده ياكل والما عده يظل ساكت، هي هاي. اي والله العده ياكل والما عده يظل قاعد، يعني يروح يجدد له يمد ايده، هي هاي غير. اي والله. شكرا جزيلا وان شاء الله توصل مواصلته. الله يساعدك. شلونك؟ شو اخبارك؟ والله مو زين. ليش؟ الصراحه مو زين على هذا الوضع، كلش مو زين. يعني انا ابوي قاعد بالايجار و13 نفر برقبته، ها وجو فلشوا خلوه قاعد بالايجار. هسه عنده 13 نفر من ضمنهم برقبته. اي وانا قاعد ادور على شغل ماكو. زين يعني بشغفك منين اجيب؟ اقتل اسلب ابوك؟ لا ما نوصل هالمراحل اليوم، هو الشاب العربي ما نوصل هالمرحله. ليش؟ انت لو عندك يعني يخلوا لك فد شيء معين، شيء معين، ما نوصل هاي المرحله. برايك شنو الحلول يعني اللي ما يعني حل. انت اللي تريده شنو يعني؟ هسه انت بدك تحكي، اسمح لي، هسه انت بدك تحكي بدك تقول اعطونا حل. زين انت شنو عندك المؤهل حتى تنطيك الحكومه مثلا حل؟ فرصه عمل. بشنو مثلا؟ بكل شيء، بكل شيء، وين ما كان نشتغل. حتى عندك مؤهل انت حتى انه تقول مثلا انا عندي مؤهل؟ وين ما تريدني اشتغل يعني بشغفك. كنت مأجر هنا، اجوا فلشوني وخلوني قاعد بالبيت وانا مؤجر. انا كله بصفحه، بس ابوي بصفحه 13 نفر برقبته وقاعد بالايجار وجو خذوا باب رزقه. يعني بهاي الحاله شلون؟ اللي هي البسطيه. اي قل لي شلون بهاي الحاله؟ زين مثلا موضوع هسه ولو هي موضوع هم التكاتك هم دي يسبب مشكله للشارع، ما فكرت انه تاخذ لك تيك توك؟ لا ما اخذ تيك توك، ماكو شغل. ماكو شغل نهائيا. الشعب العراقي كتله جوع، لا ابو التيك توك. شنو كيلو سمك ب 8000؟ وين واصله هاي بدنا؟ اول مره يصير كيلو سمك ب 8000. ليش وكان بيش؟ كان 3.5 ب 4، يقتل نفسه ب 4. هسه ب 8000، دجاجه ب 10000. زين المره يعطونا 10000 تتسوق بيها لو تجيب بيها دجاجه. يعني هسه انت كل مناشدتك لخصت انه يوفرون فرص عمل. زين هسه مثلا نقول انه وفروا فرص عمل وشغلوا المعامل مثل ما يحكون باقي زملائك. انت شنو المؤهل؟ انا اذا اعرف انه انت هسه مثلا انت كمواطن وواحد من الشعب العراقي وشاب اعرف قيتش انت غير العالم. ليش كذا قاعده؟ مو خطيه بالعباس، خطيه تبكي على حالهم. يعني اللي يجيك ابو العلاقه، شنو عم ابو العلاقه هذا يبيع لاليك، هذا الحمال، هذا عنده عربانه، ما صرت ما صرت. والحسين ما صرت، شعب ما صرت لك تشاره، ويوم على يوم ينزل الاسوء، يوم على يوم ينزل الاسوء، ما صرنا تشاره. ما طول ما عندك حكومة بيها خير، هاي انتهى فيلمنا بعد. الشعب العراقي مال الله يذبح عنه تزاب ويغرينا بأحسن لنا الموت. والحسين هسه احنا ان شاء الله ما توصل دعوة، هسه احنا احتباق غير شعب عن يعني موته، والحسين موته. يعني اليوم بركان الغضب يعني من الشاب ينفجر بهالانفجار هذا، ويعني دعاء انه الله يخلصه بأسرع وقت. يعني اي مشكله انه اليوم الحكومه يعني ضروري يعني اتخاذ اجراءات، يعني الحكومه المقبله اللي هي اللي الكل يترقب يعني ايش راح تسوي بالايام الجايه.
عسى ولعل انه تقدم بعض الشيء، ما راح نقول انه تقدم 100% للشعب العراقي، لكن تقدم بعض الشيء انه تنتشل هالشباب هذا، تشوف له فرص عمل، يعني فتح المصانع، اهتمام بالقطاع الخاص، توفير فرص عمل، لا الاعتماد كله يكون على القطاع الحكومي اللي هو يعني ماكو اي درجات وظيفيه اليوم، حتى الخريج قاعد. يعني هذه المعاناه نمر انه من الحكومه ايجاد حلول لانتشال بعض الشيء، ما نقول انه كلهم، يعني هذا ربما يحتاج لخطط كلش طويله حتى انه توصل مرحله انه الحكومه تنتشل هالطبقه هذه كلها من الفقر والعوز. مستمرين بحلقتنا هذا اليوم، السلام عليكم. شلون شباب؟ شلونك عيني؟ شلون اليوم المنطقه، موضوع مدينه الصدر شلون؟ والله اخوي خدماته تعبانه فردنا، يعني شو اريد اقول لك، يعني زباله، مناطق عشوائيات كلها مقلاب مال قرده، يعني وين ما تروح مدينه الصدر تعبانه، والعراق بشكل عام تعبان، لا خدمات لا اشغال لا اعمال، اقتصاد تعبان متدهور، يعني شنو هاي؟ وميزانيه العراق تعادل ميزانيه 15 دوله، صدقني والله العظيم، يعني هذا يعني ليش هذا الجور على الشعب العراقي؟ ما يصير هيك. زين اليوم موضوع السوق، السوق شلون دا يعني شلون وضع ارتفاع الاسعار، ارتفاع سعر الصرف اليوم هذني شلون دا تاثر على حركه التبضع؟ والله اخوي تاثر على الناس، يعني الناس حتى خايفه ما تقدر تشتري شيء من خلال يعني تدهور العمله وهاي السوالف، فما تقدر الناس تسوي شيء. انت ايش تشتغل، شنو اليوم شنو عملك؟ هنا اشتغل ادفع عربانه. اي والله هاي يعني دفعة العربانة، وهذا الشغل طبعا الشغل لاعب ولا حرام، بالعكس انت قاعد تشتغل شغل شريف، لكن هذا الشغل ايش قد يوفر لك يعني مدخول يوم؟ والله اخوي يوفر لي 5000. 5000 دينار؟ اي والله 5000 6000. والله اخوي شو اسوي بها، يعني شو اسوي بها، الحمد لله شو اسوي بها، يعني ماشي امور بي. عندك عالب؟ اي والله عندي 5000. فايت مصاريفك ومصاريف العائلة كلها بهاي 5000؟ اي والله يعني ايش تقدر تقول، هيك مصاريف العائلة ومصاريف ب 5000، هي مصاريف العائلة يعني اصرف منها علي وعلى عائلتي. الله يكون بعونك وان شاء الله ربي يرزقك ويعني يقويك على هالضيم هذا اللي انت بيه، الله يبارك فيك. السلام عليكم، شلونك عزيزي؟ شو اخبارك؟ تفضل هنا يمنا. شلونك انت؟ شو اخبارك؟ طالب مدرسه؟ ايش عندك هنا؟ والله هو على المحاضره، شبكم وجيت. شلون؟ على المحاضره. على المحاضره جاي؟ اي. محاضره شنو عندك؟ انا والله طالب مدرسه اقرا. اي؟ اي دفتر مسج جابك انت للسوق وطالع من المدرسه. انا امتحنت وشبكم ونزلت من السياره وجيت. ها يعني لين شفتنا؟ يا حبيبي يا حبيبي، بس احنا اللي نريده من عندك انه ترجع للبيت وتقعد تقرا، تمام؟ حتى تعبر هاي المرحله اللي انت بيها، تمام حبيبي؟ يلا عمري بالسلامه. يعني اليوم المعاناه كلش كثيره بهذه المنطقه. السلام عليكم. شلونكم حبايب؟ شو اخبارك؟ قرب يمي. اسمك؟ حسون. حسون. حسون اليوم شنو مشكلتك؟ شنو معاناه المنطقه؟ نفس الولد حكوا. حكوا الولد نفسه. والله رجع اشتغل حمال. اشتغل حمال بالسوق. ايه. والله والديك والله والديك. يعني اليوم بهذا يعني بهذه المعاناة يعني شريحة الأطفال، يعني اليوم مشكلتهم مشكلة، يعني هسه احنا لاحظنا أغلب المعاناة اليوم ما اقتصرت على كبار السن ولا الشباب، اليوم الأطفال كذلك أنه معاناتهم مستمرة يعني بهذا الظرف، يعني كل تنتظر أنه لربما تشكيل حكومة عسى ولعل أنه تحقق بعض الشيء بالمناشدات هذه، يعني هذه الشريحه وكل الشرائح اللي تناشد وتطالب، عسى ولعل انه يكون هنالك استجابه سريعه لانتشالهم من واقعهم، يعني اللي اقل ما نقول عنه انه هو مرير. الله يساعدك. شنو موضوعك؟ سولفت لي عندك شهداء، شنو هاي الشهداء؟ عندنا شهداء اثنين، والله لا رواتب كل شيء ماكو، ما معطينا لحد الان. وين استشهدوا؟ سيده زينب. قبل ايش قد؟ هذا الشهر الجاي. ايه؟ وبعد الحد كل شيء ماكو. ما انطوكم كل شيء، زين هسه ايش تشتغل يعني هنا؟ ابيع زاهي. ابيع زاهي؟ اي. عائله عندك؟ اي. وهذا يعني هذا حد اضبط مال الزواج ماكو. وتمام الزواج؟ اي. وتشتغل فقط انه تبيع الزاهي؟ اي. الله يكون بعونك. ان شاء الله الحسين يشتركم. الله يسلمك. يا دبي بيع ابو دينار. تعال تعال من الصبح لليل واقف.
على قمة تشفص ما يخالف والزهر قمة تشفص الله يكون بعون الجميع. يعني اليوم حتى اللي يريد يحكي اليوم يقول لك يعني الكلام شنو اللي راح يسوي للي يعني ساد اذنه. يعني اليوم كثير من المسؤولين يعني اللي يأمل المواطن انه يوصل صوته له بزع من موضوع المناشدات ويعني طفح الكيل عده بموضوع المناشده. السلام عليكم حجي. شلونك عني؟ والله شو اخباري؟ تعبان والله ابو. تعبان السوق؟ انا تعبان السوق. انت تعبان؟ اي والله يقول لي. والسوق شلونه؟ السوق يابا شو احكي لك على السوق؟ تعبانين مناشده اريد رعايه ما عندي، عندي سبعه وما عندي. يعني هاي شوفها درجن. كامل ب 500 دينار 3 ايام يلا بيعه. يقبلها المسؤول؟ يقبلها المالكي العامري؟ ياهم منهم، بس تنقل معاناتنا صحيحه يعني. ننقل معاناتهم. لا تخاف، هاي شوفها هاي 3 ايام 500 دينار ربحها. زين؟ هاي 500 دينار ربحها 3 ايام يلا بيعها والله. هاي معاناتنا شوف بالشمس. وعندي سبعه والله. ولا راتب ولا اكش. زين؟ هسه اراد ريوق ما اعطيتهم ريوق ما عندي. عندي على دينار جت والله. بعد شو تريد؟ اكيد انه عندك طلاب مدارس والطلاب هم والله العظيم. زين ولا رعايه وكش ما عاد وهذا الله وكيلك محمد. زين اكيد دان من يمنا يسوى شربك دان من كم دولار؟ دان من يمنا كيفك الحسين؟ هاي شوف عم 12 اعطيني 5 جيب لي غرضات بيها. هاي معناته يقبلها المسؤول كل من الشارع كل من سفله والله. احنا اذا نحكي ويا بعض المواطنين سولفوا وقالوا انه السوق مهدد بالازاله، في حال اذا ازالوا السوق خلي يزيلون السوق بس خلي يسوون لنا احنا رواتب يعني كل بطاقة 200 كلش كافي على البطاقة على العائلة 200 ألف كام. زين هاي هم واحدة من الحلول انه يعني طبقة طبعا حلول لو اخذها اليمين وشرد بيهن امين بغداد مو المليارات اخذهم طلع قبل عبر يلا اقالوا مو صحيح عبر سوون عبر اليمين يلا قالوا سوى لا قالوا يعني ما تصير بي انت فاسد. لا ويجي بلشني اليمين يعني اليوم هاي المعاناة هذه محاربة بس تنقلها صحيح بشرفك لما برقبتك هاي تنقلها صحيح يلا. اكيد حجي اكيد الله يسعدك حجي. شلونك يابا؟ شو اخبارك؟ توصل مناشدتك حجي؟ شلونك حجي؟ شو اخبارك؟ ابو منو؟ ابو سعد. ابو سعد اليوم شلون وضع السوق؟ والله تشوف هذا العالم التجاوز شو تعبان اليوم. هو موضوع التجاوز مرفوض قانونيا. طيب ما لقيت حل اول شيء نفسك تخلص من انه يعني الجهات الحكوميه اللي تزيل التجاوزات، ما لقيت نفسك حل انه ولو شغله ثانيه مؤقته لحد ما تلقى الحكومه لربما يعني وسيله اخرى حتى تفتح لكم المجال ل يعني فرش بضاعاتكم ويعني فتح اسواقكم بسطياتكم. ما لقيت فد وسيله ثانيه تعيش من خلالها. احنا نريد من الحكومه يعني فد شيء يعينونا في مكان وسع ومكان غير هالمكان مثلا إذا عليه تجاوزات أو عليه شغل هاي هيننا مكان ثاني نبسط به مثلا هم نفس الحاجة نبسط به. بس إحنا إذا عندنا ما عندنا حل وحيد بس هي بالمكان هذا ما عندنا غير الوحيد لا عمالة لا رواتب لا في شيء يعني ماكو شيء يعني مثل ما يقول يدير أمورنا اليومية. إحنا ناس صاحبين فقراء إحنا وناس بسطاء. زين حجي هسه أنت تمثل يعني واحد يعني من أصحاب البسطيات بهذا السوق. إذا نريد نعرف موضوع الدخل اليومي اقصى حد يعني اعلى حد للمدخول اليومي لاصحاب البسطيات بش قد يقدر؟ والله تقريبا انا اجي اصير 7000 دينار 8000 دينار. يا اخي 7000 دينار هاي ايش راح تسوي؟ امانة الله ورسوله 7000 يعني متحملين ضيم الحكومه وضيم الحر وضيم البرد بالشتاء كل على مو 7000 دينار؟ الله شاهد ورقيب يعني هالشاي اذا تنكسر عليه اقول هاي يوم ما حصلتها هاي اذا انكسر هاي والله اقول لا اله الا الله. شو اسوي يا عمي شو اسوي؟ هاي 7000 دينار هسه اذا نحسبها حساب عرب نحسبها على الخمسه ب 30 يوم هاي ما توصلك ايش قد تريد توصلك هاي؟ روح للطماطم خلي كيلو 500 والباقي على قله زود لي كيلو نص كيلو على باكر اعطيك اياه بك الله يرزقني. تشتري طماطم بالدين؟ اي والله على باكر الله يبارك الله يرزقني بك الله يرزقني باكر. يعني احسب حساب احسب الله شاهد ورقيب يعني ما شو اسمه. حجي هسه يمكن بعمر يعني الله يطول عمرك زين المفروض انه ما شفت لك انه تعيين سابق هسه المفروض انه تنحال على التقاعد شيء ما عندك وظيفه حتى لو تروح مثل واحد صديق يقول لك انت عمرك كبير من تي بعد على اساس نوظفك انت زين اولادنا خريجين وقاعدين عندهم شاهد وقاعدين لا وظيفه لا هاي لا ماكو ايش الله يكون بعونك الله يبارك فيك الله يكون بعون الجميع اللي يشيل حضرتك ويستركم وبكون مشكون تنقلون هاي الحاجات لنا الله يبارك لنا حجي الله يبارك الله يحفظك ما راح اقول هاي شيل هاي ما راح اعمل الامانه هناك ايه خليها شيل
يقول لك شيل هاي. اي والله شيل هاي، هاي بس عاد شعار من الشمس علينا الحر علينا. يقول شيل هاي، شيل شيلها يا بلش مو تقطيل. لا شيلوها ممنوع هاي، شوفها مخيمه علينا هاي، في سبيل عايش عائلتهم جواها. لا 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 الله ان شاء الله حجي توصل مناشده. الله يبارك فيك. يعني الله يطلع الوالد. هدفنا انه احنا نشكركم انتم اللي توصلون هاي المناشده، هذا واجبنا حجي، واجبنا. الله يبارك بك. يعني اليوم هي هاي المعاناه، يعني الله يبارك بك. الله يبارك. نشكر السومرية جدا. الله يبارك. الله يبارك. واجبنا. يعني اليوم هي هذه معاناة المواطنين، شريحة كلش كبيرة، أطفال كبار السن، اليوم اللي دي يشتغل بهذا السوق دي يواجه معاناة. معاناة أول شيء ضعف بالتبضع، حركة التبضع ضعيفة. يعني اليوم هو التجاوز، هو ما يعني هو ما عاجبه موضوع التجاوز، هو ما إنه برفاهية كلش عالية وشاف إنه موضوع التجاوز والله مناسبة وإجا تجاوز على الملكية العامة والشوارع والأرصفة، لكن هو من ضنك العيش، يقول لا راتب عدي، لا رعاية عدي، لا التفاتة حكومية إنه، فشو نسوي؟ نموت من الجوع. وده يحكي يقول كل يوميتي إنه 7000 دينار، وهذا اللي يحكي اللي يقول يوميتي 10000 دينار، وكل واحد يعني عنده عائلة برقبته متكونة من 5 6 7 أفراد. هذه معاناة، يعني يجب على المسؤول التفات لهذه الطبقة، التفات لهذه الشريحة، انتشالهم انه هو اصبح ضروري، ضروري، لان ما نعرف انه باكر عقبه ايش راح يصير هاي الاطفال، ايش راح تسوي؟ يعني هذا الطفل قلتنا من راح يولد ويلقى نفسه بهالواقع هذا، من راح يكبر شلون هذا يحتاج لانه فلوس، يحتاج لانه يصرف، يشتري، يتزوج، يعني هاي كلها يعني يحلم بها اي شاب ويحلم بها اي شخص انه وجد بهذا، يعني هاي صفات، يعني هاي من يعني سلسله الحياه، يشتغل، يتعب حتى انه يكون نفسه، يتزوج، لكن في ظل هذا الظرف المأساوي، اقتصادي مأساوي، شنو اللي راح يشتغل؟ شنو اللي راح يصير؟ شنو اللي راح يصيب هذا الشاب؟ هذه علامات استفهام ما يعني تجاوب عليها الجهات المعنيه. الله يساعدك، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ ابو منو؟ ابو احمد. أبو أحمد، اليوم شلون وضع السوق منطقة مدينة الصدر، شلون وضعها من ناحية الخدمات وحتى من حركة من ناحية حركة تبضع المواطنين بالسوق؟ والله المواطنين هاد أشوفهم أنت قدامك، خدمات شبه ماكو، الوضع مو تمام، يعني البلدية جاء تركض برا هاي العالم، هي طبقة على حشاتك، طبقة فقيرة، عالم كله ما عندها زين، بس هسه والله موجود اليوم. هسه احنا كل اللي دا يحكي انه موضوع البدائل، اليوم يقولون لو اكو بدائل هاي البديل، يعني ما البديل، يعني شوف لي مكان واسع وانا اشيل منه، هاي ما تصير، ما يسوونها، ما يسوونها، يعني انتم ما ترغبوها لو الحكومه لا هي لا الحكومه ما تسوي. زين هسه اذا مثلا قرروا انه المناطق اللي بعيده عن المكانات البعيده عن المناطق يعني السكنيه، يعني اسمح لي، المناطق اللي بعيده لا اي ما ضابط، مناطق مفتوحه مثلا نقول هسه هذه منطقه سكنيه لو يعني انطوكم اعاز انه تبتعدون، يعني المناطق اللي بعيده ساحات مفتوحه تروحون انتم استثمار اعادي نروح، بس احنا هذا سوقنا يعني صدامي من سنه 92، يعني احنا صدام ما شيء ولا فلش ولا وصل ولا ابد. زين هاي ايش تسوي لهم يعني؟ هو اليوم موضوع التجاوز مخالفه قانونيه. نعم يعني هسه انت مخالف القانون. صحيح. الحكومه هي تعمل بالقانون. بس انا ما عندي شيء يعني فرع اخر او ما عندي غير عمل حتى انا اشيل مثلا. تعطيني فرصه عمل، تعطيني تعيين، تعطيني اي شيء، انا ما ابقى. عندك مؤهل انه يخليك توصل للتعيين او شغل ثاني؟ اتمنى وين هو؟ لا انت كمؤهل عندك، يعني يوم انت كشاب نعم. مثلا تقول انا مثلا امتلك المهنه كذا، عندي الشهاده الكذا. لا شهاده ما عندي. مهنه لا والله ما عندنا احنا هاي، يعني احنا شغلتنا بقاله وكذا، يعني احنا توارثناها ابن عجد هاي البقاله، فما عندنا غير مهنه. ان شاء الله يا رب توصل حبيبي. حياك الله. ان شاء الله يا رب. الله يحفظك. حياك الله. يعني اليوم يعني هو مو ذنبه انه ما عنده مهنه، ولا ذنبه انه ما عنده شهاده، يعني هو يأمل أنه تكون عنده المهنة اللي تمكنه من ممارسة عمل معين، ويتمنى أنه تكون عنده الشهادة حتى يحظى بالتعيين. ولو إحنا نلاحظ أنه موضوع حتى أصحاب الشهادات دي يتظاهرون بالمناطق القريبة على مؤسسات حكومية من أجل التعيين، بس نلاحظ أنه كذلك أنه يهتفون ويطالبون ويناشدون، لكن للأسف كذلك أنه مناشداتهم ما تصل الى الجهات المعنيه، والجهات المعنيه اذا تخرج وتطلع وتبين موقفها فاكيد راح تحكي انه والله ماكو تخصيصات ماليه ولا اكو درجات وظيفيه. الله يساعدك حجي، شلونك يابا؟ شو اخبارك؟ امورك؟ اليوم احنا ارتئينا انه
نجي مدينه الصدر. تفضل يا حاج اذا ممكن هنا. بارك الله بك. جينا نرتين نجي لمدينه الصدر للوقوف على معاناه هاي المدينه من خمسينيات القرن الماضي انبنى صح؟ لا. اليوم شنو موضعها؟ خدماتها الان كهربائها. المدينه كما تلاحظ يعني متروكه. عرفت؟ هي كل الخيرات بيها، شعبها مناضل مجاهد، مواقف وطنيه، مواقف عقائديه، ولكن المصالح تاتي للناس السياسيين اللي يفبركون الموضوع الحكومي لاجلهم. مدينه الصدر بالاربع ملايين نسمه، عرفت؟ وما محصله اي شيء من هاي الحكومات اللي مرت، والان تتراكم عليها، عرفت؟ التاخير في البناء، في الخدمات، موضوع الكهرباء، المجاري، اسواقها غير مرتبه، العشوائيات كثيره بيها، عرفت؟ مما يدلل انه الحكومه ما مخلي انظارها على هاي المدينه اللي هي تنزف دم وتضحيات وتاريخها عريق في كل المجالات. طيب حجاز، انت تحدثت بفصله كلش مهمه، انه اعداد سكان هذه المنطقه تجاوز الاربعه مليون، صح؟ نعم. تقول انه كثافه سكانيه، برايك شنو الحل؟ يعني احنا لاحظنا انه البيوت مقطعه لاكثر من قسم. اليوم برايك انه شنو الحل حتى يخلصون هذه المنطقه من هذا الزخم؟ تامل انه موضوع البناء، الاستثمار، هذه الامور؟ طبعا هذا يدلل بان هاي الحكومات اللي مرت بها من بعد السقوط ولحد الان مشروع وطني ما عتها بهذا الخصوص، لان هي هاي جزء من وطن، وبغداد العاصمه، عرفت؟ والشعب الموجود هنا رغم الكثره السكانيه، ولكن اهتمام بموضوع شعب مضحي، عرفت؟ فقير، ماكو هيك شيء فقره، عرفت؟ دساتير فارغه من الاحتواء لهذا الشعب المظلوم. اذا الحكومه صدق تنظر لهذا الموضوع تخصص اراضي، عرفت؟ للسكن، والسلف موجوده والبنوك قاعد تشتغل، ولكن هم يخرجونها خارج العراق لمآربهم مصالحهم الخاصه. ممنون، هلا بك. ان شاء الله يعني وصل صوتك للجهات المعنيه، الله يبارك فيك. يعني موضوع البناء، تخصيص قطع اراضي، هذا اللي يامل به السكان الاهالي بمدينه الصدر. وصل عدد سكان بحسب ما تحدث رجل انه اكثر من 4 مليون نسمه، يعني يامل انه تكون هنالك قطع اراضي، تكون هنالك فرص استثمار حتى نوعا ما توفر السكن للاهالي اللي قاعدين بالايجار. السلام عليكم، شلونك حجيه؟ شو اخبارك؟ والله هات تشوف دعت على صار 20 يوم عليهم 100,000. على شنو؟ 20 يوم عليهم 100 وظالين بالضيم، هاها كل شيء ماكو، بس رحمة الله. بس رحمة الله؟ اي والله. من هاي الناس انت قاعد تبيعين هالشغلات؟ كل شيء ماكو، والكاظم ابد، انه بس احنا مطلوبين. هم كل واحد 50 واحنا 250 بالشهر ماكو. ايجار يما قاعد؟ اي والله ايجار. قاعد ايجار؟ اي. ماذا يطلع الايجار من هاي البصله؟ والكاظم ايجار، وعندي ولد مريض نشتهم. منين يجيبون دواء؟ من الشماعية. الله يبارك فيك شماعي، الله يعينك، الله يعينك شماعي. دخل من جهال كفي لك علي، واجيب الورقة هم يجيبوا لي أبرة وحبوب. ما عندي فلوس، واخذها كيلو طماطم كيلو بتعيت سكتهم. يما شو الطالبين؟ بلكي انه احد يسمع، يعني شنو الطالبين؟ بلكي احد يسمع. حايرين برواحهم. احنا هيك على كتر. فقير الى الله. كل شيء بالله. اي هو بس الله يعني. هاي يعني اولادك يعني المريض شلون تدبرين العلاج؟ سلام الله عليك. شلون تدبرين العلاج؟ هو طيت الراشيته الهم بالشماعيه اخوه يشتغل يوزع دواء. وكل 14 يوم يجيبوا له ابره وحبوب. اربع باكيتات هاي يشرب، لا ما يشرب يهج علي علينا. على عياله. على هذا هاي صار لي فوق ال 25 سنة. هاي حالتها، هاي حالتها عمي. قرب علي، قرب علي يا ابوك. هاي حالتها صار 25 سنة، هاي حالتها وتبيع كروت. بس تعال شلون تقدر توصل لي؟ عبر لي ابو علي.
يلا ها السلام عليكم. الله يساعدك. شنو معاناة هاي الحجيه؟ والله حجيه هاي معاناتها 24 ساعه هنا تبيعها الكروش هذا النيل لو يذبهن بالزباله هناك ها لو يجيبن حلال ياخذهن من عندها وهاي حالتها تعبانه مو بس هي ادري بس نريد نفتهم شغله واحده هسه هي تبيع الكروش هذه نعم. هي هاي هسه ايش قد تطلع يعني ايش قد تطلع لها 7000 10000 اذا قوه يعني اذا يمشن 10000 لا اله الا الله. ذاك الشخص الثاني شوف يبيع هذا مثروم هذا شخص ثاني ايده منه خطيه مقطوعه يحصل له 5000 امانه الله قلت له اذا تحصل 5000 يقول احبهن واحطهن على قصتي يعني شو يسوون ال 5000 يما انت اليوم جاك رزق يعني اللي احنا نقدر به قال هذا اليوم انا كلهم مشتريهن بس على بس بشرط من اشتريهن تروحين للبيت ها هي هسه راح اشتريها ها هي ترجعها للبيت هسه شلون يعني من تكمل لا لا انا مشتريهن كلهم بس حطيهن عندك طبخيهن هاي يسويهن اليوم غدا له زين يعني صرت توزعين ثواب وزعين ثواب هاي وزعين ثواب هاي اليوم انا مشتريهن مشكور بعد عمك هاي اليوم هاي يعني الحاله ابو حسين اليوم يعني هاي المرة اكو احد التفت لها اليوم الاهالي شلون يعاملوها هاي حالة انسانية يعني اللي يقدر بالانسانية احنا طبعا معروفين شيء من العراقيين الانسانية مشكور هنا احد يساعدها تقول 25 سنة ماكو احد التفت لها السعوف الدولة يا اخي اذا نرجع لهذا السوق هذا يسمونه سوق الشعبي سوق البسطاء الساعة بالوحدة يخلص السوق تعبان وشوف ده سوى ابو باوع لهم هذا يجي الهواء يطير هاي وهاي تشوف تعب مو بس هاي كل امهاتنا واخواتنا كلهم تعبانات والحسين ابو عبد الان بالله لحاجك عنده خير من الله نعمه من الله هاي الله بس اكو ناس تعبانه هذا التعبان غير كون تفيد العالم انت طارد على العالم شو تريد من عندهم صحيح احنا ويا القانون وبخدمه القانون بس غير تنفذ فد شيء للشعب حتى نشوفه واحنا نخضع معاك انت ذا تدمر حياتنا وتدمر حياه الناس فايش نسوي نقول لا حول ولا قوه توعدت لي انت اليوم ترجع من وقت اي هسه هاي امه اشتريناها كلها من عندك ترجعين تريدين ثوبيهن بس ايدك ترجعين من وقت اليوم ترتاحين زين الحمد لله وشكر الله يساعدك يا ابو مشكور جزيل الشكر شلونك يا ابو شخبارك الله يوديك الله يستر سوق عريبه يعني واحد من الاسواق القديمه بمدينه الصدر اريد نعرف انه حركه التبضع شلونها اليوم واقع المدينه الخدمي شلونها واقع المدينه الخدمي معنى هي اليوم عايشه المدينه بالنسبه لي هي كلها حاله الشغله كلها الناس بسطاء وناس عايشه اليوم بس اليوم انت من تجي تفلش سوق او تفلش شارع انت اليوم الشارع بالله قانون هذا القانون احنا كل العالم وياه بس انت اليوم كون اكو شيء مثل انت اليوم بديل هذا الشغله يسوي بديل مو بدون بديل اليوم انا من هاي العالم عايشه مثل هاي كلها كل العالم عايشه بهذا السوق بس اليوم انا غير كون اليوم من اجي افلش اشوف له بديل بوكاله شنو البديل بوكاله اليوم المواطن بيسال العفو المواطن يعني هم كذلك يطرح مقترحات من ضمن هذه المقترحات اللي هو البديل ابو البسطيه يقول لك اذا مثلا نقلوني لمكان ثاني بعيد عن المناطق السكنيه هل يا ترى راح يوافق ابو البسطيه يروح ذاك المكان لو يصر انه نفس مكانه؟ لا اكو بهنا اكو ناس توافق اكو ناس ما توافق. شوف هاي هم مشكله. اي هم مشكله انا اقول لكم. ليش ما انه انتم تتفقون بيناتكم انتم اهل السوق. تتفقون بيناتكم شوفوكم صيغه حل مثلا كباريه السوق وجهاء السوق يقعدون بيناتهم يابا احنا ارتئينا انه نسوي اجتماع انه نشوف مكان ثاني بعيد عن المناطق السكنيه ونفتح بسطياتنا. ليش ما تسوون هذا المقترح؟ هم تساعدون به الحكومه وهم ربما يكون مقبول حتى ما حد بعد يجي يحاربكم برزقكم. هذا الحكي هذا الحل معقول بس انا اقول لك يجوز 50% توافق و 50% ما ترضى بهذا الحلول. يقول لك انا مثل هاي مكالات هسه مثل انا ماجره مثل هذا ماجر مكان انا مثل ماجره مثل ب 500 بالشهر ب 600 بالشهر. انا اعوف مثل هذا مكاني واروح لغير مكان اكو تصير حركه هنا حركه ازيد من حركه بغير مكان. ما تروح العالم ما تتجه لغير مكان هاي صار لها مثل صار لها 20 سنه و 30 سنه بهاي السوق هاي العالم على السوق احنا مو للاسمه بالنسبه اليوم انا اقول لك اكو شغلات غلط يعني هذا مثل قطع الشارع صوره غير حضاريه صوره اليوم غير حضاريه هاي انا هاي قطع الشارع انا ما اعيد لك عليه هذا الشارع اليوم هذا اليوم ملك عام الشارع انا مساله اليوم انا اعيش وغير
اليوم انا عايش وغيري اليوم عنده دوام عنده شيء ينقطع يتعطل السوق ساعه او ساعه ونص بالشارع يعني على ما يطلع من الاسواق. هذا مو حل. اليوم اكو حل بدائل مثل الشارع اعطيهم دول الشارع اعطيهم مكان قلهم هذا المكان بغير مكان سوي اقعد بغير مكان الا كنت مثل هاي الشغله. شكرا جزيلا. رحم الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله وصل صوتك وهم كذلك انه بك هاي المقترحات يعني تكون صائبه وتعمل تعمل بها الحكومه حتى تنقذ هذه الشريحه. الله يساعدهم. شلونك عزيزي؟ يعني اليوم واقع يعني الباع المتجولين اصحاب يعني البسطات مشاكلهم كبيره جدا وهم كلهم يعني مقتنعين انه بالبدائل، اذا قال انه توفرت البدائل انا راح اشيل بسطيتي واغير لها المكان هذا. السلام عليكم. حاج الله يساعدك. شو اخبارك؟ صباحك خير. اليوم شلون حركه التبضع؟ والله الوضعيه تعبانه حجينا كلش، وضعيه تعبانه بشكل. اولا اجوا اذا ممكن نعم. اولا اجونا كربونه شوي بعد اول عن السقيفة؟ نعم سحبناك سحبناك. طيب اي شلون وضعية السوق التبضع يعني الواقع الخدمي لهذه المنطقة؟ والله الوضعية تعبانة حجي تبهذلنا لو الكربونة اذونا باب رزقنا او عيشتنا علي هاي وحدة اثنين ولدنا قاعدين هذا اللي مخلص كلية لا تعين لا عمل الناس متأذية ويركضون علينا على العيشة هاي التعبانة مالتنا وانتم قاعد تشوفون الوضعية والامور تعبانة والدولة ما عينها على الفقير، الفقير اصلا ما حد يباوع عليه، لا حد يسأل عليه، عبالك مسوي شيء مو زين، هو عراقي يعني مشرفك بلد عراقي ابو خير ابو نعمة، العراقي ظل هيك مظلوم مظلوم، ها شوف هذا ايش كبراته خطية لا مدرسة لا شغال يبيع اللاقة يحصل له 1000 2000 3 يعطيهن لامه وابوه، هي هاي حياة هاي احنا عايشين، احنا ميتين في الدنيا. احنا ميتين تأذينا ما حد يعاين علينا يا هو يجي يخمط بينا يا هو يجي الاحزاب تتعارك بيناتها وهاي الناس ضاله الفقره لا خدمات لا عمل لا تعيين شباب مشت بدرب مو خوش درب ياخذ شغلات مو زينه وهذا اللي ينتحر هذا اللي يذب روحه لان هذا منين يصرف ابوه مريض امه مريضه منين يط لا عمل لا حد يشغله شهاده عنده حاطه جوا راسه ونايم شنو الفائده تحج الما عنده شهاده متعين براتب ذاك الراتب واللي عنده شهاده قاعد لو يبيع شاي لو يبيع ماي لو ماكو عمل أبى الله هذا جزء يعرف اللي يبيع شاي يبيع ماي بس غيرك كل شيء ما يعرف يعني هذا شيء يسوي هسه احنا جزء عندنا سبوبه نحصل لنا 20 15 اخذنا علاقه واكلناها بس اكو غيرك متاذي متاذي ما حد يباوع على الفقير هذا يعني الفقير شو مسوي؟ نقول حسبي الله ونعم الوكيل بهم ما نقول فشي الوكيل بكل من اوصل يعني المواطن مواطنين لهاي الحالة صوتك وصل إن شاء الله حجي والله يبارك فيك الله يبارك فيك يحفظكم ويستركم إن شاء الله يحفظ الجميع يا ربي مناشدة إذا عندك مناشدة مناشدة جزاك الله خير جزاك الله عندي طفل الحمد لله شكر الله طاني يا معاق حكي عدل كملت العلي يعني وبعت العد والما عندي وصل مرحلة يعني الدكتور يسامو وياي مساومة حكي عدل يسامك ايش مادة يعني أكمل لك أنا العملية بيمن على الجناح الخاص مستشفى حماية الطفل مدينة الطب حكي عدل من 2019 لحد 2020 أنا ذبيت العدو والما عدي أنا إمكانيتي يوميتي 10,000 دينار حكي عدل الحمد لله شكر على كل حال عملية الثانية كملت إجراء العملية الثالثة توقفت يا بليش يا بكرونة ما يخالف روح وتعال كل أربعة روح وتعال كل أربعة يا ما يخالف على عيني وراسي رحت وجيت هاك مصاريف 25,000 روحة وجيت اي الحاصل قالوا راح نعجز لك على العام يا بالعام ما يخالف 20/20/9 من 20/20/9 لحد ايش قد احنا يا سنه؟ بس احنا 22 والله نسيت تدري نسيت ظليت ما سنه 22 لا ظليت انسى والله العظيم ظليت انسى الايام والسنين والاوقات والله العظيم اي والله غير احكي لك الحقيقه هذا شر البليه يا شر احنا شر البليه يا عمي والله العظيم احنا شر البليه هو الانسان شنو الانسان ها انسان شنو ينظر للانسان هذا المقابل هذا نفسه نظير الا بالخلق هسه ليش شوفه مسلم نظير الا بالخلق ما يخالف احنا نريد حقوق الحيوان ممكن لا والله
انه مو حقوق الحيوان حقوق الانسان، اعطونا حقوق الحيوان طبقوها اذا امكن، ما حد يطبقها. الحاصل رحت تاجلت، ها موعد، ها اخر شيء قلت للدكتور العمليه ايش قد تكلف؟ قال لي تكلف لمليون. يابا ما يخالف، رحت داينت 300 بالفايز، 300 الف فوق المليون بالفايز. خوش حكي يعني اقتصاد ماشي، خليه يرضوها للعمايم، مو هم الحرام، الحرام ها جاي يدخلون الانسان بالحرام. خوش حكي. الحاصل خلي اكمل. وصلت للدكتور قال ها، قلت له دكتور جبت لك المليون وانا مضطر، كل السبل فتحتها ما صارت، بس هذا الحاصل. دخلت للدكتور قال للدكتور اي ما يخالف اسوي لك العمليه. قلت له الاجره مالتها مليون جبتها دبرتها؟ قال لا، قال انا حولك على الجناح الخاص الرقود مالته، الرقود مالته ب 100 الف اليوم، يعني تقريبا فوق المليون، مليون ونص تقريبا. زين هاي منين اجيبها؟ خدت الطفل رجعته، وهسه راح اشوفك الصوره مال العمليه، مفتوح من هنا مفتوحه، صار لمده تقريبا سنتين ونص. فانا اناشد الخيرين من وزاره الصحه، اذا اكو خيرين، اذا اكو خيرين راح يصير عمره سنتين وفتح قروض نسوي له يعني منا، بس مجرد غلط. انا هاي نعم لا مو هي مشاكل، اسمح لي حبيبي. يوم المواطن هو ده يدفع نتيجه التخبطات هذه. ياو بيمن بالاكل. خلي موضوع التليفون. نعم. خلي موضوع التليفون، راح اخذ صورته هسه بعدين نعرضها. نعم. اليوم مناشدتك، اذا تريد تختصر لي موضوع المناشده اللي عندك. مناشده وزاره الصحه، وزير الصحه، الستاف مال الصحه الاقل من يمه، انه ينظرون بحاله هاي الناس التعبانه لا اكثر ولا اقل. شؤون المواطنين، جاني كتاب، الكتاب جاني شلون؟ جاني بغلط. رجع الكتاب، والله توقف المدير عام صحة الرصافة طلعوه وقالوه. إن شاء الله توصل مناشدتك. هذا طفل بعمر الورد، عمره سنتين، فتحة موجودة ومنوع. لا إله إلا الله. إلا مستشفى أهلي تدفع فلوس نسويها، لو ما تدفع ضل، أنت مو عراقي. أمل إنه توصل مناشدات المواطنين، مناشدات كثيرة، معاناة كثيرة. نأمل من المسؤولين عفواً أن يحركون ساكناً ويستجيبون لهذه المناشدات. إلى هنا ينتهي وقت برنامج ناس وناس، حلقة اليوم تنتهي إلى هنا. أمل أنه وفقت بنقل معاناة ومناشدات المواطنين. ألتقيكم في حلقة أخرى. كان معكم علي خشان، في أمان الله.